ساعة الفرج قد تتأخر لكنها حتما ستأتي، هذا وعد الله، هذا وعد الله. يقول جل وعلا: لتركبن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال. فبعد الضيق سعة، وبعد الهم فرج، وبعد الدمعة بسمة. أصلا وأنت في المصيبة أثناء وقوعها تراك في نعمة وخير، لما تجد في قلبك من الانكسار بين يدي الله والتذلل له والافتقار إليه، هذا بحد ذاته نعمة وقت المصيبة. إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوطك منه غوث يمن به القريب المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. فلا لهو يثنيه عن سيره، ولا جمع مال تاهه.